طبعا هو هنا ادى اتاحت الفرصه، وطبعا الهدف اللي اتلغى ده اللي انا بتكلم فيه يا كابتن ايمن، اللي احنا خدنا تقريبا من دقيقه 47 ونص خدنا لحد دقيقه 51، ثلاث دقائق ونص مراجعه لحاله الفار. شوف الحاله هنا، يمكن عندنا زاويتين بس يا كابتن ايمن، هنا هي زاويه، هو هنا الحكم احتسب الهدف ورجع يعمل تشيك مع الفار، هو راح للفار. نشوف هنا هل جت في الايد، هل جت في الصدر؟ عندي زاويتين بس، هنا زاويه بتقول ان هي جت في الايد. نروح الزاويه الثانيه ونشوفها، هنلاقي هنا برضك عندي زاويه ثانيه غير الزاويه ديت، نشوف زاويتين بس بصرف النظر عن القرار، ولكن احنا بنمشي هو راح للفار ولقى الهدف، ولكن من غير المعقول ابدا. يبقى انا عندي قناعات، نشوف الزاويه هنا بقى، الزاويه الثانيه هنا تمام، مخرجنا العظيم تمام، نشوف حد دي هنا في صوره واضح ان الكره جت في الايد او في الصدر؟ مش واضح، يعني هنا الصوره مش واضحه. كابتن ايمن ابو الفهم، مثل هذا اللعب من فضلك ده هدف اتلغى، لما يكون عندي قناعات انا كحكم وكمشاهد ان تجيب لي زاويه رؤيه واضحه جدا جدا، ومع ذلك هنمشي مع قرار الحكم وقرار الفار. نعدي ونروح للحاله اللي بعد كده، نشوف الحاله اللي بعد كده.